أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن استهداف إسرائيل للنساء والأطفال يشبه الإرهاب. استنكر دا سيلفا فكرة استهداف أي مكان يتواجد به الأطفال مهما كان مصدر الخطر، وحذر الرئيس البرازيلي من خطورة اندلاع حرب لا نهاية لها، داعيا إلى إنشاء دولة فلسطينية. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Joga bomba onde tem criança.